هذا مونتاج فيديو صيني يبين للناس كمية الألم الشبيهة بحرارة البركان والتي يزاولها بعض الحجامين، ويشرح قوة الشفط الناتجة عن إدخال النار في كأس الحجامة، وأن قوة الشفط يجب أن تكون متوازنة مع وقت إدخال النار في الكأس، وهناك حجامات مختلفة في العالم، وأن كل شخص سمع عن الحجامة يعلم جيدا أن فقاعات الجلد التي تخرج على الجلد بسبب الحجامة ضارة وغير مرغوب فيها، فهناك حمار يخبرك بأنها جيدة لراحة الجسد. تعبت من دمي فكم زاد الألم، ورحت نحوك منهوكا لتحجمه، الدم يثقله والحجم يخرجه، فأين أمضي وكل التعب والوله؟